هاد الشيء اللي غادي نعاود لكم دابا مع هاد الجزائري، اقسم بالله العلي العظيم ما غيتقبلوا العقل ولا منطق، من 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 من, من اوسخ ومن اخطر من ما يمكن انه يدخل لكم للدماغ. اللي دار لي داك الجزائري يصلح يكون فيلم، يصلح تكون قصه ديال فيلم. ما انا وانا باغا نقولها دابا فمي كله كيترعد عليا. المهم رجعت انايا خدمت والحد خديت الطران من كاع دكور نافا حتى لباغي 6 سوايع انا باريس. هو كان عنده واحد استوديو قريب من شونزيليز. انا رجعت على اساس غنمشي ندوز واحد القصاره تماك وغادي نرجع. هذاك الجزائري اللي كان داير راسو صديقي سالات ديك القصاره اللي غنيت فيها وهذا ورجعنا للدار مع واحد السيده وحنا قوب شتي يشرب شتي يشي شتي يضحك. مشاو الناس اللي كانوا معنا بقيت انا وهو وبقات مع هذيك السيده اللي هي في اعتقادي صاحبته. كلمه مني كلمه منها كلمه مني كلمه منها غنتشد انا وياها غندابز انا وياها. ما عرفتش كي السيده ما حسيت انا ديك السيده باغا تجبدني باي طريقه. بنت بلادي مغربيه باغا تجبدني ديك السيده باي طريقه. الشيطان تيحضر المهم هو تي جيب لي ضرب السيده تبان لي السيده غيبات مشات وجهها كله دمايات. لا تيقول لي خصك انتي تخرجي دابا خصك تمشي. 8 الصباح كيفاش غنمشيو السيده راه اوروبا هادي فرنسا هادي. لا ما خصكيش انتي تبقاي خصك تمشي. الا صافي خرجت انايا عيطت للطاكسي جا الطاكسي داني مشيت رجعت. ربع شهور وداك السيد مفهمني ان ديك السيده راه الضربه اللي ضربها بالكاس مشات لها العين. ولا هو عنده الوراق ولا هي عندها الوراق. هادشي اللي مفهمني هو. وباش انايا ما يحطنيش في الواجهه وما البوليس والمشكله هو هادشي اللي مفهمني هو. ورا ما كاين والو حتى شي حاجه. ما البنت خص مشات لها عينه ما والو غير فيلم دير ليا باش يبقاو كل سيمانه يجيو ياخذوا من عندي الفلوس. تخيلي داك الرعب النفساني انت اللي غتعيشي فيه عندك كل صونيت في الباب كيحسب ليا بوليس. كل غاشي كيتمشى من مورايا تيحسب ليا بوليس. كل ما كنهبط للمحل نخدم ولا نمشي للريستورون اللي كنت خدامه فيها تيحسب ليا بوليس غيجيو يدوني. انا ما دايره والو لما ديك الافكار اللي كان كيبث ليها هو في دماغي. كل سيمانه كيجي ياخذ من عندي 1000 اورو خصني نعطيها وبز مني هذيك 1000 اورو الا ما عنديش. ما الا عندي كيدي كلشي كيدي كلشي. الحماق بعيني والله حتى الحماق بعيني. كتخدمي كضربي تماره كيجي واحد كيديهم لك هو موهمك بانه راه البنت وقعت فيها كارثه وراه يقدروا البوليس يجيو يديك وانت في اوروبا وانت هذا. والمرض النفسي والصراع النفسي وما تنقول لدارنا حتى شي حاجه. مثلا ما تنقول لهم حتى شي حاجه ما تنعاود للدار حتى شي حاجه. كان واكل لي عقلي مزيان لدرجه انه تيقول لي راه ما عندكش كديري عندك تفكري تهبطي للمغرب ولا تهربي ولا شي حاجه عندك. اربع شهور وانا في هذا الصراع النفسي. اربع شهور وانا غير لصوره تليفون تنقول صافي. اربع شهور وانايا الا ما شربتش الدواء ما نعش. اربع شهور وانايا باش نتغلب على داك المرض النفسي اللي تسبب لي فيه صافي. انا راه عند بالي ورا ما كاين والو.
كاين والو، هو فيلم دار ليا باش يبقاو يجيو يحلبوا مني الفلوس. تا نتلاقى بواحد الفنان مغربي جاي خدمت تما كونطرا، هو قبال مني يعني، انما تيهبط المغرب و تيعاود يرجع. المهم نشأت بيناتنا واحد الصداقة زوينة. واحد النهار انا كنت كندير معاهم واحد السونتر عندنا في جونيس سميتو سونتر شارمي، كنت كندير معاهم نشربو قهوة في سونتر شارمي. هذاك الجزائري كان تيجي عندي تماك باش كياخذ من عندي فلوس ويشوفني معاه، قال لي فين كتعرفي تخينا؟ قلت ليه تنعرف، ويبدا يعاود ليا تخينا راه نصاب وراه شفار وهو محترف. قال لي هذاك راه نصاب كذا كذا، تيعاود بقى كيعاود ليا ليش وانا نعاود ليه. قلت له خويا شنو وقع لي وشنو 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 وقع لي، ويقول لي واش البنت اللي معاه دايره كذا كذا وكذا وسميتها؟ قلت لي اه هي. قال لي قول بوك الحماره كيضحكوا لي. قلت كيفاش كيضحكوا لي؟ عرفتي شي واحد تيقول لك كيضحك كيفاش ضحكوا لي؟ وربع شهور كيجي ياخذ من عندي الفلوس، كياخذ من عندي 1000 اورو في السيمانه غير لما كانش عندي، غير لما كانش عندي. انا قلت لكم كنت كن حتى السونتر اللي كنت كنقرا فيه ما كنتش كنمشي ليه، كنت كنخدم بنهار وفي الويكاند كنخدم في الكاباري. ما يمكنش اش كتقولها يا فلان؟ يقول لي انا تنقول لك راه كيعمروا في واحد البلاصه، في البلاصه الفلانيه كيجلسوا فيها، في واحد الباب كيمشيو يجلسوا فيه حدا اللاك قريب اللاك، كيديروا فيه الافتر، كيكونوا فيه جزائريين وتوانسه ومغاربه ومصريين. قال لي غنديك بعينك وغتشوف فيهم جالسين تماك. السيد راه كيقول لي البنت راه ضربات في عينيها وراه ما باغاش تمشي ديكلاري، وخصنا نبقاو نعطيوها الفلوس باش داوي عينيها باش ما تمشيش. هو يقول لي واحد الكلمه وهي تفيقني. قال لي كيفاش السيده غتكون حارقه وغتمشي غير تشد ديكلاري؟ واش انتي مصطيه؟ واش انتي ما فاهماش؟ وفعلا ما كنتش فاهمه، ما كنتش عارفه. ربع شهور ورزقي كنت كنضرب فيه تماره وكيدي لك واحد فابور تيضحك عليك. المهم الله يكثر خير داك المغني الصراحه، كان تيغني الراي صوتو زوين، كان معروف في سويسرا. بحال صيفطوا لي ربي، بحال اش نقول لكم، صيفطوا لي ربي بحال طوق النجاة. فكني من داك الحقير وداني مشيت حتى الديكلاراسيون بي قانوني، وهذا صافي كانت هذيك هي الهربه ديالو لفرنسا، ما يعاودش يدخل لسويسرا. لان انا داني عند البوليس ومشيت عاودت لهم كل شيء بالحرف، شنو كان وشنو كان وشنو كان وشنو كان وشنو كان، فما عمري ما ننسى خيره صراحة. حنيت البلادي، حنيت الميمتي، حنيت البنتي، حنيت قلت غنهبط في حالتي للمغرب. وهداك الجزائري شكون اللي كان محرشو عليا؟ هداك اللي كنت واخد من عندو المحل. انا عرفت شنو درت؟ انا درت بحال اللي مشى للدرب ديال السبوعه وبغى يعيش. هو مسكين راه قريد على قد الحال، مشى للدرب ديال السبوعه وبغى يعيش وسط السبوعه، ما يمكنش. فما كانش عندي شي خيار اخر، كان خصني نهبط في حالاتي صافي. فهبط جيت قطعت البيه ديال الطياره، مشيت هبطنيش لمراكش، مشيت خديت الاوتيل. والحمد لله كان عندي واحد الرزق يعني، جا مع هبطت لمراكش وجلست في داك الاوتيل، وخارجه غير نتسارى مشيت كنقلب على شي قهوه ديال الشيشه، لقيت واحد القهوه الشيشه، ندخل ديك القهوه الشيشه نلقى الموسيقيين اللي كنت خدامه معاهم في كازا اصدقائي. اش كدير سميره؟ قلت لهم كنت في سويسرا وجيت صافي طلعت لي اوروبا في راسي. المهم ليسونسيل هو ورقيه مصوبين، هذا هو المهم عندي. ويقولوا لي احنا راه جينا غادي نخدموا في واحد المحل اليوم عنده الافتتاح، جا مول داك المحل اللي هو هذا، قدموني ليها السيده مغنيه معنا كذا، غنصدق جالسه في مراكش وخدامه في داك المحل، ومول داك المحل غادي ياخذ لي الظرف في مراكش، غادي يكري لي ابارتمون فرشه في مراكش، وغتبدا رحله جديده ليا في مراكش ما يقارب 6 اشهر وانا في مراكش. والمحل اللي كنت خدامه فيه في مراكش غيجي غيكون كيصرع عندنا واحد الفقيه، وغتبدا قصه جديده وخايبه مع هذا الفقيه.